اسمع اسمع شباب شباب خلونا على السريع على الوقت. بليز 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 اسلم يا عندي جدتي انا الله يخليها لي. امين امين يأمن على دعائك. أقول أمين. عندي جدتي الله يخليها لي والله دوم يعني أنا هي تحب تضحك أنا أضحك وياها. تحب إيش؟ تضحك 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 إيه أنا أضحك وياها وحارشها بعض الأحيان أحارشها. كيف تحارشها؟ أحارشها دبل تبدا شوي. يمزح معها. أمزح وياها. لا ما يقول حارشها التحريش غير والمزح غير. ترى شيخ هذه تعرف اختلاف. يعني كذا الدغدغة كذا سوي. لا لا. انا المايك عند تركي. طيب طيب تفضل يا تركي. اسال يا تركي. اول شيء الله يمسيكم بالخير يا شيخ ابو غلا واستاذ ما ترى باس حبيبي. ما يجيك الباس يا ابو غلا. كبار السن المعامله معهم غير هم مدرسه يعني انا احسد اللي عنده كبار سن انا ترى ما وعيت على جداني وجداتي فانا احسدهم ان عندهم الله يخليهم لهم اغبطهم. اي حسد غبطه. اي اعوذ بالله من الحسد الله يكفينا شره. الله يكفينا شره. فهم نعمة موجودة عندنا اللي ما يستفيد منها ترى خسران في حياته. أحسنت أحسنت. فالمعاملة معهم الإنصات لهم الجلوس معهم السوالف معهم الأخذ والعطاء معهم تلبية احتياجاتهم لا تحسس أنه قاصر شيء حسس أنك حوله على طول لا يناديك أكثر من مرة مجرد ما يناديك المرة الأولى تكون عنده على طول. ما شاء الله ما شاء الله. فبس وصل الله وبارك. تحية ساهل. يا سلام. اللي بعده يلا. مساكم الله يمسيك بالنور. الشباب ما قصروا والله تكلموا عن كل شيء. فيك الخير عطنا. الله يطول بعمرك. لكن انا بس بقول يعني المجامل انا لو بجامل اي شخص من اخوياي الحينه بيستانس فما بالك بشايب كبير. الله اكبر. فالمجامله زينه وان شاء الله انك بتوجر عليها بس. يا سلام علي. علي. الله يسلمك. طلع مال. اسلم يا علي. خلوا على راحتك. يلا يا علي الله حشرك مع علي بن ابي طالب قل امين وحنا معك ان شاء الله مع الحسين جداتي جداني كلهم متوفين متوفين ما عندك كبار ما لحقت احد منهم معليش طب يوم لحقت وش كنت تسوي حنصيب لا عمات خالات كبار ما في عندي بلا عندي كبار اسمهم كبار كبار انا ابوي الله طال عمره عمره 30 وامي عمرها 28 وانت كم عمرك 16 صحيح؟ قول ما شاء الله هذه ما فيها امر تكون صحيح الله يطول بعمرك الله يطول عمرك طيب بس عبد العزيز والوالدي ويرزقك بره اللي بعده عبد العزيز الله يحييك يا شيخ وصراحه الموضوع مره شيق ونايس اسمع يا شباب اقول لك الموضوع نايس الموضوع نايس يا شيخ نايس انا جدتي عمر يعني كيوت لا صحيح يا اخوان خليني ترى اتعلم منكم انا جاي استفيد الموضوع ايش؟ نايس نايس يعني ونيس يعني ونيس يعني بيوتفل يعني بيوتفل طيب السلام انا جدتي عمرها فوق ال100 ونشوف تعامل ابوي مع جدتي موجوده موجود الله ما شاء الله يطول عمرها ما شاء الله الله يمتعها امين امين الله يمتعها بطول عمرها فاذا جاء اذا جاء يطلع الاعذار اللي قاعد يقدمها لها اعذار الاولين يعني يقول البضاعه بروح ارجعها فكل مره تسال عنها لو طول لو حاجه زي كذا فعيالنا نشوف كيف يتعامل ابوي سبحان الله مع جدتي ينمي فينا الشيء هذا يعني حب الاحترام والتقدير كيف هذا والدك هذا والدي تحيه الوالد الله يسعدك ساهر ساهر بيض الله وجهك ابو العز الله يسعدك يا ابو غلا سعد يا مرحبا الله يحييك الا هو اول واحد ويمسيكم بالخير الصوت موجود نعم نعم موجود بس خلونا سريعين يا شباب باختصر جلدي 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 والله جلدي جلدي الوقت مر لا باختصر لكم لا لازم جلدي جلدي ها؟ تفضل اسلم اسلم فيه ربع عندنا من الربع نعم ابوه معويك وهم في البر هم في البر يحابي يلقد يحابي راح يتوضا حط له الماء يحابون معه لين يجي الماء ما يحسسون ما يمشون ها؟ يبغى يحسسون انهم بعويك يحابون معه لين يتوضا ما شاء الله هذا شيخ من يحسسون لا عدها عدها والله يسجل الحاله وتحط سوى تويتر لها والله من جد يا اخوان والله هذا عدها من الاول من الربع لك ربع عدها من الاول لي ربع اي من الربع اي ابوه معويك معاق ابوه معاق وهم عند البل عند البل اي بدو راح حطوا له الماء يتوضا راح يحابي يحابون معه ما يصير يعني يمشون كذا مع يمشون معه ما يكون يشوف جنب لا ما يصير الله اكبر والله رجال يحسسونه ما يحسسون انه عويك اشهد بالله انهم رجال اي والله تحيه تحيه لهم هذا سعد هذا مره داح اسف
أو أول مرة بحياتي أسمعها. قد سمعتها؟ والله ما قد مرة سمعتها. لا لا سلطان الله من قبل قد سمعتها. والله فهم احنا ان شاء الله ابدا ان شاء الله فينا البركه. الله يوفقك. سلم لي عليهم حب لروسهم تكفى دول يا صب ابدا يشاهدون. انا عندي جدتي راويه القصص والقصيد فدائما نجتمع احنا العائله. اسمع شباب اسمع بليز بليز ناخذ منها القصيد والقصص الاولين وتستانس. اذا اجتمعنا عندها تقول قصص الاولين والقصيد الاولين تستانس. فنحرص دائم كل يوم من نجتمع عندها سواء الضحى لان هي تقوم الصباح ولا عقب المغرب. ف نواف تعال جنبي. الله تعال تعال يفرقهم اثنين ضاره. اي والله مشاغبين مو كان مدرسه بدائيه. فحنا نحرص دائم ان كل يوم ان نتقهوى معها سواء الضحى لان هي تحب تستانس. ترى مهم يا اخوان اسمعوا كان شو جزاه خير يقول نجي نحرص نتقهوى معها. ايه كم كبار سن اجداد الان وجدات يقعدون شهر شهرين ما يشوفون احفادهم. نعم. انت حفيدها صح؟ الله الله. فنجلس معها سواء الضحى ولا عقب المغرب ناخذ منها السوالف لان هي ما شاء الله تبارك الرحمن راويه وتحفظ القصص والقصيد. يا سلام. تستانس لا سمعنا منها تستانس. بيض الله وجهك ابداع. الله يطول بعمرك ما قصرت بخلت. لا اول شيء الله يمسيكم بالخير ويحييكم. الله يبقيك. بالنسبه لي انا جداتي وجداني الله يطول في اعمارهم ان شاء الله على الطاعه. امين. لا من جينا من عندهم ولا نسالهم عن قصص قديمه وسوالف قديمه حتى لو اننا قد سمعناها مره ومرتين نبغى نسمعها مره ومره زياده خلاص. لان ايش يوم يهرجون تحس انهم يرتاحون نفسيا. صح و... صحيح. حتى بعلم النفس مدرب. ايه نسالهم مرتين وثلاثه لو سمعناها منها ولا من شخص ثاني نسال عن السالفه وعن تفاصيل القصه نفسها. يا سلام تعطون اهتمام ان شاء الله. ايه بيض الله وجهك. والصلاه محمد. يا سلام. ما عندي شيء. عندي جد تكفى. عندي جدتي الله يطول بعمرك. لحظه عندي جدتي هيا بنت فالح المصارير. نعم. الباقي حيه هم امي ما شاء الله ومن اشد المتابعين لقناه الواقع. ما شاء الله بالخير. ما شاء الله. اقول جعل عمرها طويل والله نزيد ما شاء الله. هيا هيا بنت فالح. هيا هيا بنت فالح يا رب قول امين. امين. هيا بنت فالح يمد بعمرها. امين. على طول عمر وحسن عمر وتشوف احفاد احفادها. امين. ويرزقك. اقول امين. السنه الجايه حجه معه ان شاء الله. اللهم امين يا رب. حجه مقبوله يا رب يا رب. طيب وش تسوي معاه ما دامت موجود؟ خلنا نشوف. انا بتكلم عن جد اللي توفى بس عشان انا موضوع كان موقف سيء. تكفى. اسمع يا شباب كان فيه جلطه الله يغفر له. آمين. توفى. آمين. جلس 11 سنه. ما يديه ما مقع على سرير. كان سبحان الله اذا جاء احد من اخوياه يسلم عليه بكى ما يتكلم ولا شيء. فصار له من راحه وسولف عليه كنا نسولف على الطفل. تسولف على طول ان شاء الله انا بنزوجك وانت رجال مزيون وانت يضحك. سبحان الله شفت والله العظيم ان نداريه مثل ما نداري الطفل الصغير. فاللي عندها هذه نقطه بين قوسين. اذا قال لك جدك ولا ترى ولد يعرس تعال شايب قاضي تعرس حافيك عينك. لا غلط بالعكس تشجع. لا ابشر يا عم جدي وتامر امر جدي و... جميل جميل ممتاز. لحظه لحظه تحيه للشيخ يستاهل والله فجعني. جزاك الله خير. اسلم ما لا يوم قال جدتي والله الله يطول عمركم جميعا. ايوه اسلم. عندي جدتي عمرها اسمع يا اخوان جدتك كم عمرها؟ عمرها 90 سنه. الله يطول بعمرها. الله يطول في عمرها ان شاء الله. امين على الطاعه. دائما كبير السن شوف وش اللي في خاطره. اسمع شباب اسمع شباب الله خليك. كبير السن شوف اللي في خاطره. اسمع بليز بليز بليز. اقول دائما كبير السن انت بتعرف وش ابغي من كلامه الواجد اللي يكرره. اخذ الكلام ذا منه وحاول مثلا يذكر مثلا الصلاه واجد خلك اذا جيت تسولف عن الصلاه عنده. يذكر البل واجد خلك اذا جيت تسولف عليه من البل. جدتي الله يطول عمرها مصليه وتحب البل وكانت حياتها كلها مع البل. الى جيتها وقلت انا جاي من البل وقفت وهي والله ان رجولها ما تشيلها وقفت وقعدت تسالني من البل وهي واقفه وش علوم فلانه وش علوم بنت فلانه وفلانه وش جابت وفلانه لقحت ولا فلانه زي الحين. وانا اعلمها ولا دخلت عليها قلت ابشر جاي من البل والبل طيبه وهو بخير وشدينا وبدها في الربيع وترعى وتستانس ما شاء الله تبارك الله. يا سلام يا سلام. تحيه له. الله يسلمك. تحيه. اسلم يا حبيبي اسلم. اول مساكم الله بالخير. الله يمسيك من غلا ابو حماد. الله يحييك. ثانيا الشايب انا ما اقول له شايب لان الشيب اللي في راسه ذا كل شعره بيضه في راسه كلها طيب مرجله حكمه علم طيب احنا نتعلم منهم كل شعره في راسه بيضه والله انها فايده لنا. انا استاهل استاهل. صفقوا يا شباب. استاهل. فانا من الناس اللي جد وجد يمكن عمري 6 سنوات 7 سنوات
على جدتي الله يسلمها جنة آخر كبير عندي اللي هي عمتي ما نبقى الجدتي تزعل علي كبيرتي شيختي وكبيرة القدر ما بكبيرة العمر فمن الناس اللي أحب يدها ورأسها دائما يا سلام يا سلام الله يخليها بيض الله وجهك عمرها ويأخذ الميت منهم لبيت حاج طيب حاجات خلاص ما يحتاج زاور لا لازم هو ما شاء الله جدي الله يخليه لي ويطول بعمره يستانس اللي جيته ها لاني اكبر احفاده اي يستانس لازم ما جدي اللي هو ابوه امي الله يرحمه ويغفر له توفى رمضان اللي راح الله يخليه وكل ابوهم نواف عقاب عندهم يحشمونه ويقدرونه ومتعلقين فيه كفو تستاهل اما جدي اللي ابو ابوي ما يستانس لان جينا قدامه لا سوالف لا راحات لا جيات والله انه ما يروح مع ابوي عقاب يروح معي انا وش تسوي جيت عنده؟ تونس الضحكه رفيجي ما هو جدي يا سلام بيض الله وجهك كويس فكر اعطيك تحيه طيب طيب شيخنا الوقت والله انتهى فعندنا محور